فبالتالي نحن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حياتنا على المحك. يمكن اليوم ما احنا موجودين عايشين، يمكن بكرة احنا ما موجودين، ما نعرف. أنا دكتورة نبراس المعموري، أنا من العراق، ومنظمتي هي أول منظمة تؤسس في العراق تعنى بالنساء الصحفيات. لذلك أنا وجدت أمام غياب الدور الإعلامي لمساندة النساء والحد من العنف والتمييز، أن وجدت من الضروري أن تكون هناك مؤسسة إعلامية نسوية بحتة تعمل في هذا المجال، تعمل في شقين، دعم المرأة الصحفية من جانب، وكذلك تقوم بحملات مناصرة ومدافعة إعلامية تعنى بحقوق الإنسان بشكل عام. محور كان كيف نرصد الانتهاكات اللي تتعرض لها الصحفيات، كما عملنا على انه كيف ممكن نبني قدرات بتخصصات مختلفة، وكيف ممكن نراعي مسألة النوع الاجتماعي في مؤتمراتنا في اجتماعاتنا. حاولنا ان نحقق العدالة في مسألة التمكين، انه تكون اكو حظوة للنساء، لان غالبا ما يكون في العراق الحظوة الاكبر للرجال وليس النساء. أكبر تحدي واجهته أنه كانت حياتي على المحك. تأسيسي لمنتدى الإعلاميات العراقيات دفعت الثمن فيه غالي كبير. أول شيء تعرضت للتشهير بالسمعة بشكل جدا كبير. ثاني شيء تم تهديدي بالقتل والتصفية عبر مكالمات هاتفية. النقطة الثالثة وهي الأبشع، أن يتم تلفيق تهمة لي تودي بقتلي نهائيا. يعني كانت يعني في حينها كنت قلقة مو فقط على نفسي، قلقة على أولادي، لأن كان الهدف من هذا كله أنه كيف ممكن أتوقف خلاص. فكان احتمال أنه في حال عدم تحقيقهم لهدفهم بإنهائي قد ينالون من أولادي. أنه يمكن الشيء الوحيد اللي ممكن حماني انه ارتباطي مع المنظمات الدولية، قيامهم بحملات مساندة لنا، دعوتهم لأن يسجلوا ما يحصل لنا من انتهاكات، هي يمكن هذه الطريقة الوحيدة اللي يمكن بقتني لغاية الآن على قيد الحياة. انه استمر بالعمل رغم كل هذه التحديات. المرأة التي تتبنى قضية تكون مو مسؤولة فقط عن نفسها، تكون أيضا مسؤولة عن الآخرين، بالتالي تراجعها مو خذلان فقط لقضيتها، بل أيضا خذلان لكل من آمن بها.